يعني سبق الحديث عن صور التكافل الاجتماعي في الإسلام وعن فائدتها، ذكرتم ذلك، لكن كيف يعني نفعل هذه الوسائل؟ تفعيلها هي كافة الوسائل، الزكوات والصدقات والأوقاف وغيرها، هذه طبعا من صور التكافل الاجتماعي. الاقتصادي، نعم، يعني جزء من والتكافل أعم من ذلك، جميل. الكفالات تلك والتكافل بالرعاية وما إلى ذلك، وكفلها زكريا، حتى أن زكريا عليه السلام وآخرون دخلوا في مساهمة في اقتراع، فمنافسة شديدة بين أطراف من أجل كفالة إن شاء الله كفالة مريم. طفلة، نعم. فهذا يدل على أهمية هذه الكفالة، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا. والعنصر الوقف من العناصر المهمة الفاعلة في هذا الجانب، يعني هل ولها أثر على امتداد الزمان، فربما يقف الناس وقفا يمتد إلى 100 سنة، يمتد إلى مئات السنين. أوقاف الصحابة أو بعض أوقاف الصحابة مستمرة إلى اليوم لحمد الله تعالى. في عمان معنا وقف الذي يذكر عن مازن بن غضوبة، ووقف الإمام الوارث بن كعب رضوان الله تعالى عليهما، مستمرة ولله الحمد والمنة. الحمد لله. يعني الشيخ الآن جانب الوقف مهمش ولا هو واقع موجود؟ جانب الوقف ليس مهمشا في الأصل، جانب موجود وحيوي، لكن من المهم أن نوليه العناية. تصور أخي زكريا، يعني أن الأوقاف سابقا كانت تشمل عصي العمياني، تشمل أوقاف للمرضى بشتى أنواعهم، الجدري والأمراض متعددة والطاعون وغير ذلك، وتوجد أوقاف خاصة بالحيوانات أو أوقاف خاصة ببعض أنواع الحيوانات وما إلى ذلك.